السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى من مادة الجيولوجيا الهندسية. اليوم معانا المحاضرة رقم 9 اللي حنتناول بها تكوين الأرض The Earth Formation, Evaluation and Composition. عندنا عدة نظريات، أو النظرية الأهم لتكوين الكواكب بصورة عامة وتكوين الأرض هي نظرية اسمها Nuclear Hypothesis for Plant Formation، نظرية السديم. شنو معنى هذه النظرية؟ هذا الموضوع كلش مهم. نظرية السديم يسموها Nuclear Hypothesis number 1 جمعت بعدة هذا، فأنا سويت لكم إياها على شكل نقاط حتى تعرف تسلسلهن. الأرض was formed، الأرض تكونت based on the old theory، على نظرية قديمة، هذه اسمها Nuclear Hypothesis. The whole solar system، النظام الشمسي بأكمله، يتألف، يعني اعتبروه السبوس، شنو افترضوا؟ نوبل انه يقصد به كتلة، يعني سديم، كتلة غائمة او كتلة، كل يعني كتلة عبارة عن كتلة واحدة اسمها السديم. كلودي ماس اوف ميتر ان ذا فور، يعني تتشكل من الغازات والابخرة. وذ ذا لابس اوف تايم، مع مرور الوقت هذا السديم يبدأ بل انه يبرد نتيجة التكثيف. مع البرود المستمر الأبخرة اللي موجودة بالطبقة الخارجية in the outer layer are consumed، تتحول إلى حلقات من الرنج. هاي الحلقات تتكتل وتشكل تكونك البلانت الكواكب. لمزيد من البرودة، يعني كل ما تزداد البرودة هاي الكواكب أيضا تكونت لك، كسرت الطبقات الخارجية broke up and there، وكونت حلقات أصغر من عدها، سموها بالستلايت اللي هي الأقمار الصناعية like the moon. لكن السنترال ماس، الكتلة المركزية من هذا النظام الشمسي، لا تزال instant متوهجة، اللي هي شو تسمى؟ تسمى بالصن. تمام، هاي نظرية كلش مهمة اللي وضعوها، ضفت لك ذن الصورتين، وضحت لك بهذا الرسم. هذا الرسم مطلوب من عندك، هذا الرسم فقط هذا الجزء منه مطلوب من عندك، إن هو التشكيل اللي على أساسه تشكلت الفورميشن of plant. تمام، هاي العلماء اللي اصلا وضعوا هاي النظرية، وهي هاي نوعا ما تمتد لعلم الفيزياء من قبل لابلاس من ارمال كانت. نجي النابولار هايبوثيسيس of earth formation، لتكوين الارض. احنا مو سبق وتناولنا نفس الخطوات at time formation، اللي كانت الارض بالبداية جدا حارة وتعتبر سيمي ليكويد ستيت، الغاز تتألف من غاز and water vapor اللي هي بخرة الماء خلال تتشكل بسطح الأرض. الwater vapor راح يبرد بالتدريج، بعد ما يبرد راح يشكل لك القشرة الخارجية للأرض. فنجي هاي مهمة النقطة at the present، ال outside من الأرض يعتبر cold، لكن ال inside اللي هو لب الأرض شو يعتبر؟ very hot. The water، هاي أذني ثلاث نقاط كلش مهمات ضمن هاي النظرية، أذني مطلوبات جدا. هاي النظرية اللي بعدها الwater collected، الماء المتجمع ضمن low lying، يعني المناطق المنخفضة من، يعني من الأرض، شو اسمه؟ اسمه الأوشن، المحيطات. لكن الهاير أريا، لكن المساحات العالية اسمها contains، شكلت لنا القارات، فتشكلت عن طريق هذا الشيء بعد ما تكسرت المناطق المنخفضة، جمعت بها المياه، شكل لنا المحيطات، والمناطق العالية شكلت لنا القارات. ذا شيب هذا يحكي عن شكل الأرض، والفلاتد بولز بحيث وين تتجمع الأقطاب، سنترفيوغال فورس اسوشيتد وذ روتيشن، بحيث هي اللي سبب لنا الروتيشن أو دوران الأرض. فهذا هو دي يوضح لك الصورة هنا، هذا الكور لب الأرض، وهذا هنا الكريستال القشرة مالته. تمام عيني، فهنا أنا شلون يمثل لك الانفعالات اللي صارت بي بحيث شكلت لك الأوشين وشكلت لك المناطق أو الأراضي اليابسة اللي هي القارات. Operation of Plant Technique. فإن شاء الله هاي محاضرتنا اللي هي محاضرة رقم 9، إن شاء الله على محاضرة رقم 10 راح نتناول هذه الطبقات مال هذه الأرض اللي هي هاي شكل الأرض، الطبقات مالتها الليثوسفير، البيوسفير، الهيتوسفير. إن شاء الله راح نتناولها المحاضرة رقم 10. هنا محاضرتنا رقم 9 كانت قصيرة، هي مجرد تعريف عن النظريات الأصلية لتكوين الكواكب وكوكب الأرض على وجه الخصوص. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة. نلتقيكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.